شبيبة القبائل عايش رئيس الأسبق للشبيبة محمد شريف حناشي رحمه الله. أهلا بك حكيم. صباح الخير الأخ عمر. وش نقول لك، احنا رانا مازلنا من يعني ربي يرحمه رئيس محمد شريف حناشي، نتمنى له الرحمة، نتمنى أيضا للأهل تاعو الصبر والسلوان، لأنه شخصية رياضية كبيرة. أنا عرفته كلاعب وكمسير، نظن باللي خلى البصمة تاعو في الكرة الجزائرية، ونقدر نقول في الكرة الإفريقية. الله غالب واش تحب عليا الدنيا، نتمناولو الرحمة. زمرا تهضر الصقبالي تلاغينا باش ولا وكذي لان دي تيزي وزو دي لا فامي ناس يوكا سبعنا صبحايا كي نكرد صبحايا كي سلا نوفالاكي شاكدي مازال ونريف با اكروار بلي نوزا كيتي باسكو سي كيلكان يقلان سيزيك سيتي ان باتون مانتونو شادين يعني ضربي تيدي في كان ربي تيبوينا شادين يعني اش نضل في كان الرحمه امين الصبر يسامي الكيسر الكل باسكو لا فامي نس سي فري كي لا فامي لا فامي نس لا معنى لا فامي نس مقرف مليح سيرتو دي الجزائر دي مورا القبائل باسكو سي ان بريزيدون امبليماتيك سي ان بريزيدون لو بلو تيتري اون الجيري اي سي ان بريزيدون كي توجور servi son pays et son club avec honnêteté et avec dévouement. Allah yarhamo, on aurait aimé dire nous yidna chouya la maana ربي سيدي فكان ربي سيدي بوينا سي رحمه الله. مسيو حكيم امي كي لا كودون طونك اون طونك بريزيدونت لي تلعفظ رورس ليكيب جياسكا مي كي لا كودون مسيو شريف حناشي اون جينيرال. نخت مو جي لي كوني سميتو سي على جياسكا اون 88 Enfin, 88, il était dirigeant, après il est devenu président. Mais tout le monde sait la relation que ça a, c'est Rahmarbi, le président, avec ses joueurs. Il aimait ses joueurs, il adorait ses joueurs. Je pense que tous les joueurs qui sont passés avec lui dans les bons moments, je pense qu'il les a fait un peu plus tard. Il a choisi un joueur qui a été en Ors, aussi il a fait un peu plus tard. Il a connu un peu plus tard. Quelqu'un qui mérite beaucoup. Donc la dernière image que j'ai de lui, c'est la semaine dernière à et dès le début, il m'avait dit que l'Algérie, Inch'Allah, elle va être champion d'Afrique. Parce qu'il sait le sens, ni tout le monde et il y a مسيو حكيم مسيو عبد الكريم دوار يناد بلي فاض يفا سي لا بتيت بورت مسيو شريف حناشي في الله يعفو ربي سي ليكيب جي اسكا اشو دي نظافه ولك؟ ترى شاد مني ترى انت ثان ترى يرحم ربي كل يوم يزرى ماني شو يسوى فهمتني كما قال لك جي اونتوندي ان بو مدوار سميتر يشتاق كي كان حي اشتاق تمره كي توفى دوك يعلقوا له عرجو كل واحد يعرف روحه واش دار وكانت العلاقه تاعو مع الناس. مانتونون الناس اللي ظلموه في حقه ربي يسامحهم ربي يسامحهم باسكو انسان ما يستاهلش الاشياء الاخيره اللي صارت له، ولكن ربي يغفر كاع للناس وان شاء الله الناس يعني تكون عبره سافا اتر ان اكزوم بور الفيتور باش الناس ما يديروش لاين باسكو سوني كو دي سبور سو مسيو دوني بوكو و سبور الجيريان نظن بلي ميريتي ان سورتي مايور مي لا معنى واش شادين الله يرحم ربي ان شاء الله ربي يسمح كاع الناس هذا ما كان. امين. مساء حكيم الدان يعطيك الصحة، صحيت كنت معنا على المباشر. معنا أيضا مشاهدينا الكرام في مكالمة أخرى عبد المجيد يحيى أحد رؤساء الأندية.